سما بنتي قرات عيني فروحتي حبيبتي ماما. السلام عليكم، كيفك محمد؟ كيفك ماما؟ الله يرضى عليك. ايش في؟ لسه بوق هاي ماما. سلمى يا سلمى، سلمى حبيبة قلبي وعمري، حبيبتي لولو، حياتي، عمري، بنتي، أختي، أمي، صديقتي، كل شيء بهالدنيا. يا ربي بنتي الحلوة، بنتي الحنونة، مش عارفة أوصفها أقول لك. حابة أحكي لك إني أنا بموت فيكي وبحبك، فخورة فيكي، الله رزقني فيكي، أحلى رزق أنتي وأحلى عطية في حياتي. سارة مو بنتي، سارة صاحبتي، سارة أختي، سارة رفيقتي. إياس كان ونعم السند، ونعم السند حرفيا. من بعد وفاة أبوه الله يرحمه هو متحمل المسؤولية معي كاملة. أخاف أتكلم عن أدبك أخلاقك وبرك وما أوفي. حنونة وطيبة وعلى سجيتها سوى بوزني بصيح غير يسوي هالأشياء. صاحبتي وحبيبتي وبنتي، صديق وفي وأخ حنون وآخر العمود سكر معقول نورتني. وأنا فخورة فيك وبالدراسة وكل شيء بأخلاقك الحلوة. الله يخليك إلي يا رب وتشوفي أيام حلوة دائما وأبدا. محمد راضي الله يرضى عليه، سند معنى الكلمة. مش عارفة والله يا وصفة أقول لكم يا عمي حبيبة قلبي. صبا يا قلبي، يمكن في بعض الأوقات راح تشوفي إنه كل شيء مستحيل، وبعرف إنك حتكوني something special one day. keep it up ماما، keep smiling ها. وربنا يحفظك يا رب وتضل منور حياتنا. بحبك يا ماما. شو هذا؟ عن جد ماما حدا كتير كتير قريب مني بدون ما هي تعرف يعني، بس أنا حدا كتير عن جد قريب مني. I love you ماما. بدي احكي لها اني كثير بحبها وانها احلى اشي في حياتي كله. بحب احكي لها انه انا كثير بحبك وانه انت احسن ام في العالم، وما ما بتوقع انه في ام ممكن عملت لاولادها الاشي اللي ماما عملت لنا اياه. كل يوم عم بتروح تداومي عم بحسب لك اياها انه انت اليوم رايح تداومي عشاننا، يعني عشان البيت، عشان توفر لنا الاشياء اللي بدنا اياها. وهي she is the strongest person on earth. Oh, I'm so proud of her. إن شاء الله بيوم من الأيام أقدر يعني أشيل الحمل هذا عنك وأنا أكمل. ما أعرف أشكرها على كل شيء، يعني أمي مالي غيرها. يعني ما بتخيل لحظة واحدة إنها ما تكون موجودة معي. يعني كل ما أتورط بشغلة بروح عندها، يعني صح بتعصب علي بس إنه بس إنه عارفة بالأول بالأخير هي she's gonna save me, she's gonna help me no matter what. أنا ما أعرف أسوي بدونها. أنا بحبك شديد والله، ما يحرمني منك أبداً، ونفسي يعني أنا ما هقدر أرجع عليك اللي أنت عملتي أبداً ولا 1%. الحكي ما بوصف الشعور، الله يخلي لي إياها يا رب. كثير انبسطت في الرسالة، تفاجأت. I hope like everything that I do is يعني it makes her proud صراحة، because that's the only thing I'm living for حينها.